بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة لتعلم اللغة الفرنسية من خلال كتاب بيليغ اي كومبخوندر كالعادة. طبعا سنستأنف مع هاد الكتابات. عندنا الكتابات الأولى أو دي أو آغ أو زاد، أن تنطق ك أو أكسون أيغو، يعني تنطق أي. ثم عندنا أو تي أو تي أو أكسون غراف أس E S T، أن تنطق ك E أكسون غراف، إذن تنطق أيضا أي. كما قلنا بأن هناك هنا طبعا هاد أي فيها بعض المد بالنسبة لهاد أي، إذن نقول أي. كما في كلمة إليف إليف، إذن عندنا الأولى عندنا فيها هاد أي، ثم الثانية أن فيها بعض المد إف إف إليف. إذن طبعا وصلنا إلى هاد المقاطع اللفظية والكلمات وبعض العبارات. إذن عندنا أي لو روبيني، أي فوني، ثم عندنا أي هاد أي أي، ثم أي تو بخي أي تو بخي، ثم جو سي ناجي جو سي ناجي. إذا عندنا أولا أي le robinet A A venez أي
Es-tu prêt? Es-tu prêt? Je sais nager. Ensuite, nous prenons ces images avec ces mots. Nous prenons la première image et nous posons la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nous prenons l'indication de la flèche. Et qu'est-ce que c'est? C'est le nez. C'est le nez. طبعا Z تنطق A كما ذكرنا في آخر الكلمة. طبعا الكتابة في آخر الكلمة. EZ إذن تنطق A لوني كما في كلمات الشيء كما رأينا فيما سبق كما في كلمات الشيء كما رأينا هنا ثم عندنا تومبيري تومبيري إي ترو غران سو مسيو دي أسيت أنفون تومبيري إي ترو غران هذا السيد هذا الرجل يقول لهذا الطفل تومبيري إي ترو غران Ton béret est trop grand. Ton béret. Ton béret. Voilà, c'est le béret. Voilà, c'est le béret. Et donc, nous avons un nom de tarbouche. Otakia. Et donc, nous avons un béret. Nous avons un béret. Donc, nous avons un béret. Ton béret est trop grand. Et donc, Takia, comme nous l'avons dit, un agit du kébira. أنها جد كبيرة طاقيتك جد كبيرة طومبيري طاقيتك إي ترو غران أنها جد كبيرة ألوغ كو دي سو مسيو أسيت أنفون إذا ماذا يقول هذا السيد لهذا الطفل إل لوي دي طومبيري إي ترو غران إل لوي دي إذا هو قال له طومبيري إي ترو غران طاقيتك كبيرة جدا. Nous prenons la troisième image et nous posons la question que représente cette place. ماذا يمثل هذا المكان؟ Que représente la place pour le car؟ ماذا يمثل المكان بالنسبة لهذه السيارة؟ C'est l'arrêt du car. إذا نتكلم عن وقوف السيارة. نتكلم عن وقوف السيارة أو مكان وقوف السيارة لاغي هذه تأتي من فعل أغطي أغطي يعني أنك توقف ساغطي أنك تتوقف لاغي توقف لاغي دو كار إذا نتكلم عن مكان توقف السيارة كما نقول لاغي دو بيس
إذا نتكلم عن المكان الذي تتوقف فيه الحافلة. Nous passons à la quatrième image et nous posons la question qui est-ce ? Qui est-ce ? من يكون ? Celui qui garde les moutons, comment l'appelle-t-on ? Celui qui garde le troupeau de moutons, comment l'appelle-t-on ? Et الذي يحرس قاطع الغنم ماذا نسميه ? C'est le berger. C'est le berger. Le berger. راعي. راعي الغنم. Le berger. ومنها اسم الكلب الذي نسميه berger. Le berger. Nous passons à l'image suivante et nous posons la question. Et nous posons la question. Qui est-ce ? Qui est-ce ? C'est le boucher. C'est le boucher. On a le berger. Ici, on a le boucher. Le boucher. C'est celui qui vend la viande. إذا لو بوشي هو الذي يبيع اللحم. سي لو بوشي. إذا نتكلم عن الجزار. لو بوشي. كما سنلاحظ بأن الكثير من المهن أنها تنتهي بـ ER. تنتهي بـ ER. وتنطق أي. مثلا لانفيرمي لو مويزي. لو مويزي. إذا نتكلم عن النجار. لو مويزي. إلى غير ذلك. Nous prenons l'image suivante. N'akhod sur la moelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les lacets de la route. Taban kalimat lacet. La عدة معاني. من مثلا خيط الربط. أو كما عندنا هنا نتكلم عن منعطف. Lacet المقصود به منعطف الطريق. Virage. كما نلاحظ هنا عندنا منعرجات الطريق. Les lacets de la route. Les lacets de la route. طبعا هاد C ستنطق كاس لأنها أتبعت بدء. هذه من الحالات التي تنطق فيها C كاس. أن تتبع بـ E أو تتبع مثلا بـ E إلى غير ذلك. إذن les lacets de la route. Les lacets de la route. منعرجات الطريق. هاد الفراجات. Nous passons à l'image suivante et nous posons la question et nous posons la même question. Qu'est-ce que c'est? Et nous posons la même question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le navet. C'est le navet. C'est le navet. Et dans notre cas, lift. Lift. Nous avons le khodar. Yusama le navet. Le navet. Et enfin, nous passons à la dernière image et nous posons la question. Qu'est-ce que c'est ? Et d'un nombre et la sur l'akhira, on a trace sous elle. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les volets de la fenêtre. Et d'un autre côté, les volets. Les volets. Les volets. Taban oti, akhir al-kalimat omtaq ay. Les volets. Les volets. Les volets de la fenêtre. Et d'un ajnihat al-nafida. Ajnihat al-nafida. إذا نسميها لي فولي دو لا فنيتر طبعا لا فنيتر النافذة لي فولي أجنحة لي فولي دو لا فنيتر دو لا فنيتر ensuite nous passons à ce paragraphe et nous prenons les mots avec Z qui se prononce bien sûr à la fin des mots qui se prononce A et donne comme exemple Comme exemple, nous prenons cette phrase. En as-tu assez? En as-tu assez? Et dans le cas où tu as assez de livres, أنت عندك الكثير من الكتب. ثم عندنا en as-tu assez? هل عندك من الكثير? En as-tu assez? هل عندك من الكثير? Et donc, طبعا هاد en تتعوض واحد العبارة مبدوء بدو أو عبارة تتكون فيها الأرقام مثلا نقول جي تخوا ليفغ جي تخوا ليفغ أنا عندي ثلاثة كتب إذا ممكن أنني أقول جوني تخوا جوني تخوا عندي منهم ثلاثة إذا هاد أون تتعوض واحد العبارة مبدوءة برقم جو بروفيت دو سيت سيتياسيون جو بروفيت دو سيت
سيتياسيون، أنا أستغل هاد الوضعية. إذن طبعا سنقول جون بروفيت، جون بروفيت، جون بروفيت، أنا أستغلها. إذن طبعا هاد أون تتعوض واحد العبارة المبدؤة بدو أو مبدؤة بعدد. غوني فا شي غيمي، إذن غوني ذهب عند غيمي. غوني فا شي غيمي. أون أتياسي، غوني فا شي غيمي، غوني فا شي غيمي، غيمي، غوني، غوني فا شي، شي، هاد أو زد تنطق كا إي، شي غيمي، إذا غوني ذهب عند غيمي، المقصود بأن غوني ذهب لمنزل غيمي، كما رأينا. Ensuite, nous passons aux mots qui se terminent par « e ». Ensuite, nous prenons les mots qui se terminent par « otte ». بعد أن نأخذ الكلمات المنتهية ب « otte ». لأن هاد « otte » إلى جات في وسط الكلمة أو في أول كلمة راه ما غتعطينا شاد « e ». نتكلم عن « otte ». إما أنها لوحدها نتكلم عن الضمير و واو العطف، أو عندما تأتي هاد أي في آخر الكلمة، مثلا كلمة لو روبيني، كلمة الصنبور، لو كارني. إذا عندنا الكلمة الأولى كي كومبخون أوتي، إي كي سو برونونس أي بيان سور لو كارني. إذا عندنا كلمة لو كارني، إذا نتكلم عن الكارني، نتكلم عن دفتر صغير، لو كارني. أونسويت هنا غيمي، فوالا سي غيمي، مي أن بيغي، كي مي un béret, un béret. Rémi met un béret. Rémi met un béret. Rémi met un béret. Et dans Rémi y a da un béret. Ici on a le verbe mettre. On a le verbe mettre conjugué au présent. Et dans Rémi on a le verbe mettre conjugué à nom musarraf au présent. Musarraf fil hadir. Naqul je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent, هم يضعون. مثلا نقول ils mettent des bérets. هم يضعون طاقيات من النوع. Rémi met un béret. إذا Rémi يضع هاد الطاقية. Ensuite on a le volet. Le volet. لو فولي، إذا نتكلم عن جناح، نتكلم عن جناح، نتكلم هنا عن كلمة مفردة، لو فولي، إكزاكتومون كوم نو لافون ديجا في، لي فولي دو لا فنيتر، هنا إيسي لي فولي دو لا فنيتر، إذا نتكلم عن أجنحة النافذة، باغ كونتخ إيسي نو بارلون دان سول فولي، إذا هنا نتكلم عن، نتكلم عن جناح واحد، أونسويت نو برونو لي مو كي سو تيرمين باغ أو إر. بعد أن نأخذ الكلمات التي تنتهي بأو إر، إكزاكتومون كوم نو لافون ديجا في. ألوغ، باغ إكزومبل، لو ديني، لو ديني، إذا تكلمنا عن كلمة لو ديني تعني العشاء، لو ديني، إذا رأينا لو بوتي ديجوني، الفطور، لو ديجوني، لو بوتي ديجوني، إذا نتكلم عن الفطور، لو ديجوني. الغداء لو ديني العشاء لو ديني طبعا هاد اي فوق منه واحد الشابو فوق منه واحد داكسون سيركونفليكس لو ديني ثم لو بوشي لو بوشي اون جوست في لو بوشي قبل قليل راينا لو بوشي فوالا سي لو بوشي لو بوشي لو بوشي إذا نتكلم عن الجزار أونسويت هنا لو بولانجي لو بولانجي لو بولانجي اللي هو الخباز طبعا أيضا تنتهي بأو إغ تنتهي بأو إغ طبعا وتنطق إي لو بولانجي لو بولانجي لو بولانجي الخباز صانع الخبز أو بائع الخبز يسمى لو بولانجي
Et enfin, nous prenons les mots avec otei, mais cette fois-ci avec e accent circonflexe. Et dans ce cas, le kalimat ma'a otei, ولكن هنا عندنا e تأخذ accent circonflexe. طبعا تنطق بنفس الطريقة. La foire. La foire. إذن عندنا هاد otei أنها تنطق أي. أنها تنطق أي. La foire. La foire. الغابة. ثم عندنا es-tu prêt؟ es-tu prêt؟ هل أنت جاهز؟ هل أنت مستعد؟ es-tu prêt؟ Et enfin on a l'arrêt du car. Comme nous venons de le voir pour l'instant, voilà, c'est l'arrêt du car. Cette place-là, c'est l'arrêt du car. L'arrêt du car. موقف السيارة أو موقف الحافلة إلى غير ذلك. إذا نستأنف الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.